بسم الله الرحمن الرحيم. المشاهد الكريم، مساء طيب. نحن ما زلنا نواصل في توثيق أهم المعلومات عن الفنان الكبير الراحل المقيم خليل فرح، ويواصل معنا الفنان الكبير علي مصطفى الشهير بدكشنري. نحن سعداء جدا يا علي بأنك تقدم للمشاهد دائما هذه المعلومات وهذه الذكريات اللي حتظل تسجل وتبقى زي الذاكرة للشعب السوداني. نعم هذا الرجل. نعم نعم. كروم قاعد في بيته معه أو تشمباته معه علي بوجوده عبد الرحمن حمامتو محمود بخيت، قام جاهم جواب البسطجي دق الباب، قال لهم دق الباب ده للبسطجي، ولو البسطجي جواب من عتيق، ولو جواب من عتيق أغنية. قام فتحوا الباب لقول البسطجي ولقوا جواب من عتيق، فتحنا لقى أغنية طوال تذكر فلغ الصباح، قام لحنا جسمي المنحول براف جفاك يا مليح زي حبيبي فوز. عوض شنبات قال لي وعرفنا ده البسطجي وجواب من عتيق وجواب اغنيه، هل حلك معاه اللحن؟ هل رسلك اللحن المكتوب؟ يا سلام. فكرومه كان عنده عبقريه عظيمه جدا مع خليل الفرح بالذات. ايوه بيلتقوا مع بعض، بيلتقوا مع بعض. أيوة. وقعدوا كثير وتاريخ خليل الفرح بيصطفي كرومه. ليه؟ لانه كرومه مهذب. يا سلام، هناك في تواصل، في حاجات مشتركه بيناتهم، هاي بيناتهم هؤلاء المبدعين جدا يعني جدا. هذاك يكتب الكلام الجميل للمبدع وده يقدم اروع الالحان. نعم. في النهايه خلود لنا هذه. نعم. الاعمال. We'll be right back.
كروما كان عنده عبقرية عظيمة جدا مع خليل الفرح بالذات. أيوة بيلتقوا مع بعض. بيلتقوا مع بعض. أيوة. بقولوا كتير وقلت لي خليل الفرح بيصطفي كروما ليه؟ لأنه كروما مهذب. يا سلام. هناك في تواصل، في حاجات مشتركة بيناتهم. هاي بيناتهم. هؤلاء المبدعين جداً يعني. جدا جدا. هذا يكتب الكلام الجميل للمبدع وده يقدم أروع الألحان. نعم. في النهاية خلود لنا هذه نعم. الأعمال. نعم. طيب قصيدة صباحك ماله؟ يا سلام. صباحك ماله دي خلي الفرح جارى بيها الشيخ حسن البصري عنده ملحب يقول روح السن والها هذه ليس الجنة شاشي طوال خلي الفرح عجبه اللحن طوال عمل فلا صباحك مال وحبوب جفوني ومال يا ليل صباحك مال فدي معمولة سنة 1926 1926 وغناها كروما لكن في الأسوانات ما سجلها كروما سجلها الفنان المبدع عصفور السودان ابراهيم عبد الجليل يا سلام ابراهيم عبد الجليل وسجل بروايه جميله وتختلف وادها اداء جميل وعصفور السودان ده الغريبه ما حضر غالب الفرح لكن غنى غنى خلي الفرح اغلبه في الاسوان ما حضر ما حضر وما يعني حتى لو حضر وما قعد معه ما قعد كثير كان طفل كان طفل وتوفى صغير طبعا توفى صغير توفى صغير ما توفى صغير خلي الفرح توفى صغير لكن ابراهيم عبد الجليل توفى 71 توفى كبير هاي. طيب عندنا اهلا وسهلا يا ليل يا ليل هاي دي من الاغاني المشهوره كانت ان عبد العزيز المامون نعم هو الاخ الاكبر هاي برضو دي نظمها نمر غني خليل فرح في فرح عام كان مدعو ليه وحضره وكان المغني عبد العزيز المامون عبد العزيز المامون طبعا صديق الشخصي لي لخليل خليل فرح للخليل فدعاه عبد العزيز المامون ولبى
الدعوة وجو حضر الليلة، وكانت الليلة طلع منها أهلا وسهلا يا ليلى شرفت نورت الليلة أهلا. البيت ذات العمل فيها القصيدة دي اسمها ليلى. يا سلام. هاي قالوا البيت دي اسمها ليلى، وقال أهلا وسهلا يا ليلى شرفت نورت الليلة. يا سلام. فمن الأغاني اللي كانت مشهورة جدا جدا. أما في الأسطوانات سجل مطرب اسمه أحمد حسن، كان من كورة السرور لشركة أدن، ورافقه في الكورس كان الفاضل أحمد ويوسف الروبطابي، وذل من عزة أصدقاء كرومة. وكان أحمد حسن ده لعلاقته بسرور وشيله معاه للكورس بتاع الغني ده عجبته عند سرور. فلما جاي يسجل للأسطوانات تذكر الغنية دي وسجلها تخليدا لليالي اللي كان بيعملها مع سرور. نعم. وشاهد خليل فرح في الليالي وفي الجلسات الفنية وكده، عشان كده ليش سجلها تخليدا لذكرى خليل فرح مع سرور. قلت لك يا خالي والله نحن حقيقة سعداء جدا، وانت رجل فنان، انت يعني احد المراجع المهمة جدا في التوثيق لهؤلاء المبدعين. لكن قد يتساءل المشاهد، هذا الرجل الفنان علي مصطفى ديكشنري، الشهير بديكشنري، يعني ديكشنري يعني قاموس، مصادرك شنو؟ مراجعك انت يعني تدينا تواريخ ما شاء الله، يعني تدينا معلومات، مراجعك اللي استقيت منها هذه المعلومات على الاقل تطمن لنا المشاهد يعني ونحن سعداء. والله انا يعني مراجعي حبا في الفن. صحيح، حبك الاصيل. حبي الاصيل للفن. الله تتابع بعدينك وتقرا. انا يعني عاشرت طبع اغلب الناس اللي سجلوا اسطوانات. ايوه. عبد الله الماحي. ايوه. وعمر البنا. محمد اللامين بعدي. شفت علي الشاقي. والتوم عبد الجليل. وقعدت مع مرغن المامون واحمد حسن جمعه وعوض وابراهيم شنبات. ايوه. فديل الناس. قريب منهم. قريب منهم. تابع الاحداث. ناس مرغن انا كنت كورس العديل. وحاب الشغلانية وحاب المعلومات. أيوة. وحاب الوسط الجميل ده. بعدين معاي اجتهادي ده لميت في مجموعة الاغاني اللي انطبعت في كتيبات مع الاسطوانات، كان بتشتري الاسطوانة والفلوغراف بدوك معه كتاب هدية. يا سلام، فيه معلومات. على غالي الكتيبات دي اللي انطبعت كلها قاموا عملوها في كتاب واحد. كتاب واحد سموه المجموعة السودانية، مجموعة محمود عزة مفتي صاحب المكتبة العصرية في الزمن. أيوة. فرميت في الهنالي فيه معلومات كثيرة. يا سلام، ممتاز. دي معلومة مهمة جدا. أستاذ علي مصطفى، لأنك أنت هسا اديتنا اسم المرجع اللي انت استغيت منه المعلومات، وده مهم. ونحن كتر خيرك لانك انت بتدينا معلومات للاجيال. بتوثق من خلال هذه المعلومات وبتنبه وبتذكر اولادنا وشبابنا وبناتنا الان هذه المعلومات الجميله، معلومات عن الفنان الكبير الاديب الراحل خليل فرح، اللي نحن دائما في حلقاتنا المتصلة بنستضيف عديد من المراجع والمصادر يتحدثوا عنه ويدونا معلومات عن هذا الرجل اللي قدم للشعب السوداني أكثر من 63 عمل في مختلف المواضيع الوطنية. نعم. السياسية، الاجتماعية، العاطفية. نعم. كتر خيرك شديد في هذه الاستضافة، ونتمنى أن نلتقي في حلقات أخرى. أستاذ علي مصطفى ديكشنري، على مساهمتك معنا في الديت، انك اضاءة كبيرة جدا عن الفنان الراحل الاديب خليل فرح. جزاك الله خير، وان شاء الله ربنا دائما يمتع الشعب السوداني بالصحة والعافية، ويديهم يختم لهم بحسن الخاتمة. الله يديك العافية على هذه الدعوة الطيبة، وشكرا جزيلا. وشكرا عزيزي المشاهد، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Thank you.
الطريق يا محط أمالي سلام لحلو بارد لم يزل يرتاد المشارب كان مع الأحباب نجمو شارب كان مع الأحباب نجمو شارب مال والأفلاك في الظلام للمغالق قد لي يا مولاي حفي حالي قد لي يا مولاي حفي حالي بالطريق أشياكي ترام يا بلادي كم فيك حاذق غير إلهي ما هم رازق من شعاره دخول المازق من شعاره دخول المازق يا دفانا وشرفي تمام مسرح الغزلان في الحدائق مسرح الغزلان في الحدائق والشوارع الغرر والمضايق والشوارع الغرر والمضايق واللي كيف همسيت دمت رايق واللي كيف همسيت دمت رايق ودام بهاك مشمول بالنظام الحبايب لفتوا الخلايق بيني بينهم قطعوا العلايق كان دلال كان فيه كله لايق كان دلال كان فيه كله لايق نحن ما ملينا الخصام يا محط أمالي سلام من حطامك أنا غصني واري من حطامك أنا غصني واري في يش
خليت للطوارئ غير قلبي في هموم وغارق ولسانا بردوا الكلام. سارق فيا كم كم شابت مفارق ما علينا الفات كله فارق ما علينا الفات كله فارق ربنا ولا نعيد الملام. سابق كنا فوق أعراف السوابق الضريح الفاح طيب عابر السلام المهدي إمام المفارق